في عيد ميلاد الإذاعة المصرية نزلنا الشارع وهندي المايك للناس عشان يكونوا مذيعين لأول مرة في حياتهم. تعالوا نشوف الناس عملت معانا إيه وقالت إيه. لو هتقدم برنامج راديو عن حياتك هيبقى اسمه إيه؟ هيبقى اسمه سهل ممتنع. ممكن أسميه نوت موتيفيشن with محمود يحيى. ممكن نقول رحلة كفاح. ممكن أفكر في برنامج عادة وعبادة. ممكن مثلا يبقى اسمه مصر للسياحة. بدايات عازف. هيبقى اسمه هاند ميد. هيبقى اسمه بردة. هيبقى اسمه طريق طويل. اسمه نصيب. إيه أول أغنية هتسمعها للناس؟ أغنية عبد الحليم حافظ. أغنية على حسب وداد. طعم البيوت. أغنية عمرو دياب وماله. كلمة حلوة وكلمتين فيها حاجة حلوة. هتكون محمد منير أنا بعشق البحر. مين اللي تحب تعمل معاه مداخلة تليفونية؟ احمد عز لان هو الفنان المفضل بالنسبه لنا. ممكن مثلا محمد صلاح. مستر حماده ابراهيم ده مديري في الشغل وهو اللي اداني الدعم كله والسبورت كله لغايه ما وصلت البوزيشن اللي انا فيه. احب اعمل اول مداخله تليفونيه مع وزيره التضامن يا عمرو دياب. اول مداخله تليفونيه ممكن زي حواس. انا احب ان هو يكون حد من رواد رجال الاعمال. زعيم عادل امام. فاكر ايه من الراديو زمان؟ اذاعه الشرق الاوسط دي فاكرها جدا وانا صغير. فاكره برنامج ابله فضيله وده كان اكتر حاجه مميزه فيها صوتها وطريقتها في الاداء. حاجات كتير اذاعه القران الكريم والاغاني وكلمتين وبس. برنامج ابله فضيله كان ليه ذكريات حلوه قوي معانا يعني. اكيد طبعا اذاعه القران الكريم هي حاجه كانت ثابت علامه وفي حياتنا كلنا طبعا. ايه اول مقدمه للبرنامج بتاعتك هتكون عامله ازاي؟ اهلا وسهلا بيكم مستمعينا النهارده في راديو كذا كذا. اول حلقه مع برنامج مش محفزاتي مثلا. البرنامج هيكون بيتكلم عن ازاي تقدر مثلا توصل لحاجه في حياتك بس بشكل عملي اكتر ما هو بشكل بيب توك او كلام تحفيزي مثلا. اهلا بيكم في اول حلقه من برنامج بدايه عازف. البرنامج ده هيتكلم عن حاجات كتير بس الحاجه الرئيسيه فيه هو ان هو يتكلم عن عازفين صغيرين عزفهم ممكن يكون بدايته مش ظريفه قوي بس ناس بدايتها ممكن بعد كده لما تكبر تبقى ناس مهمه جدا وانتوا هتبقوا بتشهدوا بدايتهم. اهلا بيكم في برنامج مصر للسياحه. ان شاء الله باذن الله البرنامج بتاعنا هيتناول مواضيع مختلفه عن اهم الاماكن الاثريه الموجوده في مصر. كل يوم هنستعرض مكان مختلف جميل جدا ممكن ما يكونش حد يعرف عنه حاجه بس المكان ده موجود في مصر ومن افضل الاماكن كمان. اهلا وسهلا بيكم في برنامج هاند ميد. انا النهارده هشرح لكم ازاي نعمل المشغولات اليدويه في البيت وازاي نتغلب على عن البطاله في مصر ونستفيد من المشغولات دي في زياده الدخل. لكل عاده عباده اهلا بيكم في اول حلقه من برنامجكم عاده وعباده. هنتكلم عن سلوكيات ونحاول نربط السلوكيات بالعبادات عشان تكون محفوره في ذاكرتنا وما ننساهاش. اهلا بيكم مشاهدينا في برنامج اسمه ونصيب. نتكلم النهارده في اول حلقاتنا عن اسمه ونصيب. كل واحد فينا كان بيبقى نفسه حاجات معينه في اوقات معينه بس مش كلنا قدرنا ان احنا نوصل ونحققها. في حاجات كتيره ما قدرناش نحققها. ممكن احنا ما كانتش الحاجات دي مناسبه لينا وممكن ما كانتش الخير لينا. ربنا بيختار لنا دايما حاجات كتير لينا اللي تناسبنا. هنتكمل معاكم حكايتنا بعد الفاصل.